اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأبدأ رسائلكم لهذه الحلقة من حلقات برنامجكم هدي الإسلام برسالة من كأنه الأخ لم يذكر اسمه، يعني لا بالرمز ولا بالصراحة، يقول ارسلت فيها سؤالان. السؤال الأول يقول: يشتهر عند كثير من الناس أن من يتوفاه الله في شهر رمضان يكون هذا كرما من الله عز وجل عليه، بل هي أمنية لكل مسلم، حيث يرفع العذاب عمن مات في شهر رمضان فلا يعذب في قبره، فهل هذا صحيح أو لا؟ وما حال الميت في قبره في هذا الشهر الكريم؟ السؤال الثاني: هل الحساب يوم الحساب يوم القيامة، فهل يوجد حساب في القبر أو لا؟ أولا، شهر رمضان من غير شك شهر عظيم، من هو أعظم شهور العام، ويأتي بعده شهر المحرم ثم الأشهر الحرم، وهي أربعة، يعني ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ولكن لم يصح يعني في فضل شهر رمضان أنه يرفع فيه العذاب من توفي في شهر رمضان، يرفع عنه العذاب، إنما شهر رمضان فضله في أنه شهر الصيام، شهر القيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن فضائل شهر رمضان أنه شهر ليلة القدر، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، أي الطاعة فيها خير من الطاعة في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفيه العشر الأواخر من أعظم الأيام، وفي هذه الليلة العظيمة ليلة القدر. ولكن لم يرد يعني فيما علمت يعني نص صحيح يقول إن العذاب يرفع عمن مات في شهر، هو صحيح يعني لا شك أن من مات في رمضان أفضل من من مات في غيره، يعني بالقياس إلى الأزمنة، ولكن هل يرفع عنه العذاب؟ لم يرد يعني هذا.